بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الرابعة من مقرر مدخل للاقتصاد الإسلامي، مدخل للاقتصاد الإسلامي قصد 150. وكانت الحلقة الثالثة قد بدأنا فيها بخصائص النظام الاقتصادي الإسلامي، وتحدثت عن الخاصية الأولى وهي الخاصية الأولى أنه اقتصاد عقدي، والخاصية الثانية وهي خاصية الجمع بين المصلحتين الخاصة والعامة. والآن نبدأ بالخاصية الثالثة استكمالا لتلك الخصائص. والخاصية الثالثة هي التكامل بين إشباع الجوانب المادية والمعنوية، التكامل بين إشباع الجوانب المادية والمعنوية، أو الجمع بين إشباع حاجات الروح والمادة. إن النظم الاقتصادية الوضعية تتفق في توجيه العناية لتحقيق الإشباع المادي لحاجات الإنسان دون اعتبار كبير للقيم الروحية على الرغم من وجود الفروق الجوهرية بين تلك النظم، إلا أنها تتفق أنها لا تعطي أهمية كبيرة للقيم. أما بالنسبة للنظام الاقتصادي الإسلامي فإنه اقتصاد مادي ومعنوي يجمع بين إشباع الحاجات المادية والمعنوية، ولهذا فإن الأدلة من القرآن الكريم ومن الأحاديث النبوية ومن تطبيقات السلف الصالح تدل لذلك. ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا وإن لجسمك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. وكذلك قصة الثلاثة الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم: أنا أصلي ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن الأمثلة التي تدل أيضا على الجمع بين إشباع الحاجات المادية والمعنوية فريضة الزكاة، فبالإضافة إلى كونها شعيرة وعبادة يؤديها المسلم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا تطهير للنفس من الشح والبخل، فإنها أداة من أدوات النمو الاقتصادي، وهذا فيه جانب من إشباع الجوانب المادية، وكذلك من مصارفها مصرف الفقراء والمساكين، وهذان المصرفان يقوم الفقراء والمساكين بشراء الاحتياجات من مال الزكاة. وكذلك بالنسبة للحج، فبالإضافة إلى كونه شعيرة من شعائر الدين وعبادة يؤدي المسلم الحج امتثالا لأمر الله تعالى، فإنه أيضا وسيلة لإشباع الحاجات المادية. يقول تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم الآية. ومن شروط الحج الاستطاعة، والذي يشمل توفير الزاد وتوفير وسيلة النقل إلى مكة والرجوع منها.
أيضا من التوجيهات التي توضح هذه الخاصية النبي صلى الله عليه وسلم مر مع بعض أصحابه على رجل كان مسرعا لعمل دنيوي، فقال بعض أصحابه لو كان هذا في سبيل الله حينما رأوا من نشاطه وسرعته، فقال عليه الصلاة والسلام إن كان خرج على أبوين فهو في سبيل الله، يعني ليعفهما ويقوم بكفايتهما، وإن كان خرج على ولد صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج لنفسه فهو في سبيل الله، أي خرج لإشباع حاجات نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين، وفي رواية اليتيم كالمجاهد في سبيل الله. وقد ورد أيضا في الحديث إن أنزلنا المال لإقامة الصلاة، إن أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذه التوجيهات النبوية والأحاديث تدل على أن المسلم في هذه الحياة يجمع بين إشباع الحاجات المادية والمعنوية ولا تعارض بينهما، بل إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا الآية. ويقول الإمام محمد بن حسن رحمه الله في كتابه الكسب إن الله فرض على العباد الاكتساب، إن الله فرض على العباد الاكتساب بطلب المعاش ليستعينوا به على طاعة الله، وإن الله تعالى يقول وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا الآية، فجعل الاكتساب سببا للعبادة، فجعل الاكتساب سببا للعبادة. هذه إشارات مختصرة توضح أن من خصائص النظام الاقتصادي التكامل والجمع بين إشباع الحاجات المادية والمعنوية. ننتقل إلى الخاصية الرابعة من خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي، وهي خاصية إقرار الملكيتين الخاصة والعامة، إقرار الملكيتين الخاصة والعامة. يختلف الاقتصاد الإسلامي عن غيره من الأنظمة الاقتصادية الوضعية في موقفه من الملكية من ناحيتين رئيسيتين. الناحية الأولى أنه يعتقد أن المالك الحقيقي للأشياء هو الله سبحانه وتعالى، وأن ملكية البشر ملكية استخلاف لعمارة هذا الكون، وأن ملكية البشر ملكية استخلاف لعمارة هذا الكون. قال سبحانه وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها بالضوابط الشرعية، ويعني هذا الكشف عما تحتويه الأرض والضرب فيها للاستفادة مما أودعه الله تعالى فيها من موارد لكي يعيش المسلم عيشة طيبة. أما الناحية الثانية التي يختلف فيها النظام الاقتصادي من حيث موقفه من الملكية عن الأنظمة الوضعية، أنه يأخذ بازدواجية الملكية، أو يأخذ بالجمع بين أنواع الملكية العامة والخاصة،
وأن كل منهما أصل وليس استثناء، وليس استثناء يفرضه الواقع، وأن كل منهما أصل وليس استثناء يفرضه الواقع، كما يقر الاقتصاد الإسلامي ما يترتب على إقرار الملكية الفردية من تصرفات، من حرية التصرف بسائل التصرفات المباحة. ويدل لذلك قوله سبحانه: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، حيث أضاف رؤوس الأموال إلى الناس مما يدل على تملكهم. ويضبط الاقتصاد الإسلامي تلك الملكية أي الملكية الفردية ويحميها بسياجين، يضبط هذا الملكية وهذا النوع من الملكية بسياجين. السياج الأول سياج يحمي الحق أو يحمي هذا الحق من سوء استخدام صاحبه، ولهذا شرع الحجر على السفيه، ولهذا شرع الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف في الأموال، وذلك لأنه أساء في استخدام ملكيته. والسياج الثاني سياج يحمي صاحب الحق، صاحب حق الملكية، من اعتداء الغير عليه، ولهذا شرع حد السرقة، ولهذا شرع حد السرقة حفاظا على أموال الغير. وقد ثبت أيضا أحكام الغصب التي تدل على احترام مال المسلم وعدم الاعتداء عليه من الغير، من قبل الغير. كما يقر الاقتصاد الإسلامي الملكية العامة، كما يقر الاقتصاد الإسلامي الملكية العامة كأصل، وذلك في الموارد التي والمرافق التي تقتضي طبيعتها عدم تملك الفرد لها. ودليل هذه أو دليل هذا النوع من الملكية قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاثة، المسلمون شركاء في ثلاثة، وفي رواية: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار، وفي رواية: إضافة الملح الحديث. وقد تكلم العلماء عن مجال هذه الملكية، ومن من ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله الذي أشار إلى جملة من الموارد، وذكر أن الناس يحتاجون أو محتاجون إليها، وحينما عدد جملة من هذه الموارد ذكر أنه لا يجوز حجرها والاستئثار بها، كما لا يجوز إقطاعها لأحد من الناس، لأن بذلك تضييقا عليهم وإضرارا بهم، لأن في ذلك تضييقا عليهم وإضرارا بهم. وهذه الخاصية، أعني الجمع بين الملكيتين الخاصة والعامة التي من خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي، تختلف عما هو موجود في النظام الاقتصادي الوضعي الذي يركز إما على الملكية الخاصة كما هو في النظام الرأسمالي، أو يركز على الملكية العامة كما هو في النظام الاشتراكي. انتقل بعد هذا إلى الخاصية الخامسة، وهي إقرار الحرية الاقتصادية المنضبطة، إقرار الحرية الاقتصادية المنضبطة. لا يمكن للملكية الفردية أو الملكية الخاصة أن تؤدي دورها الطبيعي دون أن تعمل في ظل مساحة كافية من
الحرية الاقتصادية. ولذلك فإن الاقتصاد الإسلامي يقر الحرية الاقتصادية للفرد في الاستثمار والاستهلاك، لكنه يضبطها بقيود تكفل إلى حد كبير عدم إساءة استخدامها، تكفل إلى حد كبير عدم إساءة استخدامها. فلا يجوز للفرد أن يستثمر ملكيته في إنتاج الخمر أو غيره مما حرم الله سبحانه وتعالى، أو التعامل بالمشروعات الربوية، أو التعامل بالربا والمشروعات التي تقوم على الضرر والاكتساب غير المشروع. وهذا الموقف الضابط للحرية يهدف إلى زيادة حجم المنافع، يهدف إلى زيادة حجم المنافع وتقليل المضار، وتقليل المضار من خلال ما تغرسه المبادئ الدينية من أسس تربوية وأخلاقية في نفس الفرد. ويدعم هذه الضوابط وجود نظام الاحتساب الذي يضمن عدم استخدام هذه الحرية في التعدي على مصالح الآخرين. وهذه الحرية الاقتصادية المنضبطة تؤدي إلى الاستفادة من الموارد بكفاءة عالية، وتشجع على استخدام الموارد وزيادة الاستثمارات التي يحتاجها الفرد والمجتمع. ننتقل إلى الخاصية السادسة من خصائص الاقتصاد الإسلامي والنظام الاقتصاد الإسلامي، أنه اقتصاد غير قائم على الربا، أو أنه اقتصاد لا ربوي. يحرم الإسلام تحريما قطعيا الربا بأنواعه، لا فرق في ذلك بين ما يعرف بالقرض الإنتاجي الذي يكون بغرض الإنتاج، ولا القرض الاستهلاكي الذي يكون بقصد أو بغرض الاستهلاك. وكذلك لا فرق بين ربا الفضل وربا النسيئة، والذي ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا، إلى آخر الحديث، مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وهذا الحديث يدل على تحريم ربا الفضل. وربا النسيئة هو ربا التأجيل، والآيات التي تدل على تحريمه كثيرة، منها قوله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أن من الموبقات أكل الربا، أن من الموبقات أي المهلكات أكل الربا. والآيات والأحاديث الدالة على تحريم الربا كثيرة. فالاقتصاد الإسلامي لا يقر المعاملات الربوية، ولا يسمح بوجود المؤسسات المصرفية الربوية، أي التي تتعامل بالربا، وذلك لما فيه من ظلم وأضرار وأكل لأموال الناس بالباطل.
وقد تكلم العلماء عن بعض مفاسده الاقتصادية والاجتماعية، وأثبتوا أن الربا يؤدي إلى حصول الأزمات، وهو يؤدي إلى أخذ حقوق الغير، ويؤدي إلى التكاسل وعدم استثمار الموارد وعدم الاستفادة منها استفادة كبيرة. ويكفي للابتعاد عنه والحذر منه ما يترتب على المتعامل بالربا من وعيد شديد من قبل الخالق تبارك وتعالى، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الآية. وقد لعن عليه الصلاة والسلام آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء. وفي تحريم الربا فوائد عديدة، إذ يؤدي إلى إخضاع المعاملات الاقتصادية الإسلامية إلى قاعدة شرعية هي الغنم بالغرم، وأصل هذه القاعدة الشرعية الحديث النبوي. وأما الفائدة الربوية الثابتة فهي وسيلة للظلم وعدم العدل الذي يسعى الاقتصاد الإسلامي لإبعاده عن المتعاملين، تحقيقا لقوله سبحانه: لا تظلمون ولا تظلمون. وبالتالي فإن خلو النشاط الاقتصادي في الإسلام من الربا يعد من الخصائص الرئيسة أو الرئيسية التي ينفرد بها النظام الاقتصادي الإسلامي عن غيره من النظم. هذه هي الخاصية إذن السادسة، وننتقل إلى الخاصية السابعة من خصائص النظام الاقتصادي في الإسلام، وهي أنه اقتصاد قائم على الأخلاق، تستبعد النظم الاقتصادية الوضعية، العنصر الأخلاقي، أو ربطه بالدراسات الاقتصادية على اعتبار أن الاقتصاد علم مادي لا يهتم بالأخلاق بقدر اهتمامه بالإنسان وعلاقته المادية الطبيعية، بحيث لا توجد صلة مباشرة وضرورية بين الاقتصاد والأخلاق حسب ما يزعمون في ظل تلك الأنظمة. وأما بالنسبة للاقتصاد الإسلامي فإنه لا يفصل بين الأخلاق والاقتصاد الذي يمثل في غالبيته معاملاته سلوك بين طرفين أو أكثر، ولا أدل على عدم الفصل بينهما في الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع درجة التاجر الصدوق الذي يسعى لتحقيق مصلحته إلى مرتبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إن هو التزم بأخلاقيات الصدق والوفاء بالعهود. فقال عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والصالحين يوم القيامة. ونكتفي بهذا فيما يتعلق بهذه الخاصية، ونكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.